عليكم. هذا اخوي بحمدان، شلونك؟ انا غافل. ها ايش مالك، شو ضايج؟ طبعا ضايج علي. ايش جاي تسوي؟ شوف اقول لك هالساعي، انا المايل عندي ما يكفي، يعني يا دوب ساد. قل لي شو اسوي حتى استفاد ماي اكثر؟ جبت الماطور مسافه عن بستاني هواي وخليتها نحت تسحب ماي زايد. غلط يا غافل. ليش؟ اولا هذا الماطور لازم ما اشغله هنا. ليش؟ لان يسحب ماي هوايه. زين. وهاي الصونده ما مخليها بالمنفذ مالك، هم يصير. المطلوب شنو هي؟ المطلوب ترى يشتكون عليك بالموارد المائيه، خاف تقول. ها. ايه ها. وهسه شو اسوي؟ شو تسوي؟ ايه. ما اشغل الماطور. هاي وحده. وتسحب ماي على قدك على مود تحافظ على حصتك وحصتي انا هم وياك. صار منا وهيك راح الماطور ارد المشي انا يمي وتتدلل. اخي الفلاح، اخي المزارع، الهدر في المياه يزيد من تملح التربة وتغدقها وقلة في الإنتاجية وحرمان الآخرين من حصصهم المائية المقررة. مع تحيات